خلصنا نقاط القوه، تعالوا بقى نتكلم على نقاط الضعف والحقيقه على الله، <applause> على الله عشان نبقى واضحين، <applause> نقاط الضعف دي يعني الواحد قاعد يتفرج على الماتشات كلها عشان يحاول يلاقي، ما هي على الله، تمام بس منتخب السنغال استقبل جولين بس في البطوله لحد دلوقتي، بس من الواضح ان هم عندهم مشكله في خط الوسط بتأثر على الدفاع. ازاي يا معلم؟ الارتكاز بتاعهم الراجل مندي ما بيشاركش مع ليستر سيتي هو لاعب في ليستر سيتي ما بيشاركش مع ليستر سيتي كان اسمه مرفوع من قائمه ليستر سيتي فالراجل من الواضح ان هو ما عندوش حساسيه الماتشات فدايما دايما هتلاقي ان يا اما هو متاخر في المراقبه يا اما بيحاول ان هو يميل علشان يساعد الارتكاء الباك علشان يسد ورا ساديو ماني فتلاقي الحته الثانيه فضيت ما عندهمش القدره ان هم يغطوا الحته دي بس المهم يعني ان الراجل اليو بيعتمد في قلب الدفاع على كوليبالي وكلنا عارفين كوليبالي مدافع نابولي واحد من افضل المدافعين في العالم مع عبده ديالو ليفت باك وفي نفس الوقت قلب دفاع باريس سان جيرمان والراجل ده علشان برضه هو بيلعب باك ليفت مع باريس سان جيرمان اغلب الوقت فهتلاقي دايما ان هو تحركاته غصب عنه بتميل ان هو يروح يسند مع الباك الشمال بتاع منتخب السنغال. يعني هتلاقيه دايما قريب من ساليو سيسي باك السنغال فده بيعمل ايه؟ ده بيفتح مساحه ما بين عبده ديالو وكوليبالي، وعلشان من دي زي ما احنا ما حكينا ان هو الراجل غايب عنه حساسيه الماتشات واحيانا ما بيبقاش عنده وعي كافي بالحته دي فتلاقيه دايما متاخر، فمن هنا بيحاول دايما المهاجم او الهجوم بتاع المنافس ان هو يتمركز في الحته دي، يتمركز في الحته اللي ما بين كوليبالي وما بين عبده ديالو، يستغل دايما ان في مساحه كبيره ممكن ان هو يتمركز فيها يستقبل الكوره ويحاول ان هو يشكل خطوره على مرمى ادواردو ميندي دي حصلت ضد غينيا الاستوائيه وقدرت غينيا الاستوائيه ان هي تسجل وحصلت ضد بوركينا فاسو وقدرت بوركينا فاسو ان هي تسجل الجولين لما هتيجي تتفرج عليهم هتلاقيهم نسخه بالكربون سببهم ايه سببهم ان في واحد من غير رقابه موجود ما بين قلبين الدفاع والارتكاز متاخر ان هو يراقبه او ان هو يكمل معاه فهتلاقي يا اما الوينج قادر ان هو يلعب عرضيه للاعب المتمركز في الحته دي او لو من العمق بيقدروا ان في لاعب يسحب واحد من قلبين الدفاع سواء كوليبالي او عبدو ديالو ويستغل الحته الفاضيه اللي احنا حكينا عليهم